بكل السادة المشاهدين الأحباب، ونرحب بكل الأصدقاء من جديد تحية الصحة والعافية للفنان الجميل عثمان مصطفى. نتواصل معكم في تقديم فقرات صباح الشروق. جميل محمد، تحديات كبيرة جدا كانت على المشهد في السودان، تحديات دي من الثورة المجيدة اللي ألغت بالظلال على كثير جدا من التفاصيل العامة والخاصة، كمان كان عندها هجمة كبيرة جدا على المؤسسات التعليمية اللي هي أوقفت نشاطات كل ما يكون هناك موكب لدى وعي أمني يتم إغلاق الجامعات. شوية كده برضو جائحة كورونا اللي أثرت سلبا على كل العالم، برضو تم إغلاق الجامعات، هي اللي أساس كان في أساس في قرار بإغلاقها مبكرا، ولكن استمر الإغلاق. الإغلاق ده برضو أثر على الطلاب، يعني حتى الطلاب القادمين الجدد والطلاب الممتحنين اللي عندهم سمسترات أخرى، ولكن في رؤية أخرى، الرؤية دي لكل دول العالم في الفترة الأخيرة اتجهوا للتعليم الإلكتروني، هو بوابة لكل الطلاب أنه يجدوا من خلاله كل المقررات الدراسية بشكل مبسط، ولكن الملزم في الأمر هو شبكة الإنترنت وتوفر الأجهزة بالنسبة للطلاب. كثير جدا من التفاصيل حنتعرف عليها وتجارب أخرى وشراكات مع جامعة السودان علوم والتكنولوجيا، مع بروف أمال محمد إبراهيم مدير كرسي اليونسكو في العلوم والتكنولوجيا جامعة السودان علوم والتكنولوجيا. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا مرحبتين، صباح الخيرات. مرحبا بك يا بروف أمال، ومرحبا بك عبر صباح الشروق. بداية، لماذا التعليم الإلكتروني الذي أطلقته في الجامعة؟ والله هو الحقيقة التعليم الإلكتروني واحد من مطلوبة الجامعة في كل الجامعات، يعني إحنا عارفين إنه التميز بالنسبة للجامعات فيه شروط كثيرة، من ضمن الشروط إنك أنت تغطي عدد كبير جدا من الناس المحتاجين للتعليم واللي ما بيصلهم التعليم. وحقيقة فكرة التعليم الإلكتروني يعني هي ما وليدة يعني ما وليدة يعني الحدث بتاع جائحة الكورونا، لا، هي كانت مبكرا. يعني لو تذكروا معي من السبعينيات القرن الماضي لما الناس كانت تتعلم اللغات والناس انفتحت على التعليم خارج السودان وكذا، فكان إلى حد كبير يعني عن طريق الملحقات الثقافية والأندية تحت اليونسكو والأشياء زي دي بدأ التعليم عن طريق الفيديو، عن طريق الأشرطة تحت الكاسيت، الأشياء دي كله ما تعليم إلكتروني، تعليم عن بعد فيه تواصل غير مباشر مع الشخص على أساس إنه يتعلم. في هسه جامعات ستانفورد وجامعة أكسفورد وكثير جدا من الجامعات الكبيرة في العالم عندها تعليم إلكتروني، بتعلم ناس أصلا هم في مناطق في أفريقيا صعب عليهم إنهم يسافروا عشان يتلقوا التعليم، وصعب عليهم إنه يحصلوا على الشهادات، فبتخليهم في مناطقهم موجودين وبتتواصل معهم في وقتهم الفاضي، وفي نفس الوقت بيحصلوا على التعليم وبيحصلوا على الشهادات اللي هي من المفترض إنها تحسن الظروف بتاعتهم. لما قبل ما تيجي جائحة الكورونا بسبب توجه الجامعة لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بسبب توجهها نحو التكنولوجيا، كان عندنا يعني في الألفينات، كان بداية الألفينات كان عندنا تجربة توأمة مع جامعات في أفريقيا، وناس درست عبر التوأمة دي في الدراسات العليا وفي نظام بعض المحاضرات في البكالوريوس، استفدنا من خبرات عالمية من أساتذة عالميين عن طريق التعليم الإلكتروني، وبالنسبة لنا كانت في وقتها يعني مش كتجربة ناجحة فقط، لكن كانت هي تجربة رائدة ومميزة. يعني جميل بروف، حنجي للاتفاقيات دي والشراكات الخارجية وما دا يسهمها برضو على واقع التعليم الإلكتروني، ولكن انت أشرت نقطة مهمة جدا، بداية نهضة التكنولوجيا في سبعينات القرن الماضي أو متأخر شوية كده بدأت فكرة التعليم الإلكتروني، لكن جامعة السودان كان لها سبق في عملية التعليم الإلكتروني بأنه تتخذ التكنولوجيا يعني مسمى لها في معناها العريض. بتكلمنا عن فكرة الإدخال أصلا والفكرة الأساسية الآن يعني المواكبة للأحداث اللي بتدور في السودان، متين أنتوا أصلا فكرتوا أنكم تنشئوا منصات للتعليم الإلكتروني وتوفروا فيها كل الدروس بالنسبة للطلاب الملتحقين؟ نحن بدأنا شهر 12 السنة الفاتت، اتكونت لجنة للتحول الرقمي بصورة عامة، يعني ما بس التعليم في الجامعة لكن حتى النظام بتاع التقديم، بعض النظم الإدارية، الحوسبة تحت النظام الإداري دي، الناس كونت مجموعة من إدارة الجامعة الجديدة، كونت مجموعة من اللجان على أساس أنه تنظر في الأمر كل حسب اختصاصه، الناس الأكاديميين في إدخال النظام الإلكتروني في التعليم بتاع الطلاب، وعمادة القبول والتسجيل في تسجيل الطلاب، وناس
الحسابات والإدارة المالية والعمل الإداري كله، على أساس إنه دي بتعالج لنا كثير جدا من المشاكل بتاعت تسرب المعلومات وتداول المعلومات وحفظها وتوثيقها والأشياء زي دي كلها. فكان التوجه ده عام يعني، ما خاص بالتعليم الإلكتروني فقط. لكن التعليم الإلكتروني في ظل بعد كده لما جات الجائحة في شهر مارس، الناس بدأت تفكر إنه الطلاب في دفعتين في سنة أولى وفي دفعتين في سنة رابعة، في ناس مقبلين وناس صحيح. موجودين أصلاً، فحيكون في مشكلة بالنسبة للناس. أول حاجة إحنا مفروض علينا إنه يكون في تباعد اجتماعي أصلاً، القوة أو قدرة استيعاب الجامعات للطلاب للأعداد المقبولة أصلاً، يعني يا دوب الطلبة بيتجلسوا في المواقع بتاعته. فلما تعمل تباعد بيكون عندك إشكالية في الزمن، يكون عندك إشكالية في عدد الطلاب، يكون عندك إشكالية في الخدمات الأخرى، لأنه التباعد يعني ما بس المسألة الجامعة ما الأستاذ والطالب فقط، إنما هي مجموعة من الخدمات مرتبطة، بتبدأ من السكن للترحيل للإعاشة للخدمات الداخلية في داخل الجامعة. فدي كلها يعني منظومة مربوطة مع بعض. فإنت لما تفكر في تعليم ما بس العلاقة بين الأستاذ والطالب ولا تلقي المادة الدراسية فقط. صحيح. الشيء الثاني، احنا عندنا المجموعه بتاعت الطلاب اللي هم اصلا كانوا بيدرسوا، كان في ناس بتدرس واخذت مجموعه من المحاضرات، ولما بدات بعد كده الاحداث انقطع الشغلانه بتاعت التعليم المباشر. وبعد كده ثاني لما بدانا في الدراسه كمان ظهرت مشكله جائحه الكورونا، فكان لابد من انه الناس تفكر في مخرج يخدم وقت الطلاب اول شيء، لانه لا اي زول فينا الطالب اللي بيتخرج، الفرق بين طالب وطالب في سنه ده بيفرق معاه كثير، اذا كان في دراسات عليا، اذا كان في تعليم، اذا كان في خبره، اذا كان في اشياء كثيره. فالناس فكرت في الموضوع بتاع التعليم الالكتروني في المستوى الاول مصلحه الطالب، لانه هو عشان زمنه ما يتاخر، وفي نفس الوقت يحصل اقرانه، في نفس الوقت يعني هسه الان احنا قلنا حتى لو ما عندنا اشكاليه كله او لو عندنا كل الاشكاليات في العالم، الان التعامل في العالم كله اذا عايز تواصل دراسات عليا، اذا قدرت تقدم لعمل خارجي، لازم تبعث السيره الذاتيه بتاعتك، لازم تتعلم كيف تكتبها الكترونيا، لازم يعني تبعث شهاداتك حاجاتك. فالعالم كله الان بيتعامل بنفس الشاكله، فلو نحن ما دخلنا المجال ده طلابنا بكونوا متأخرين. نعم. طيب يا بروف أمال، كلام جميل جدا اللي انت طرقت له الآن، لكن بتبقى الآن يمكن المسألة بتاعت الجامعات والطلبة دي هي من 2013 ومن الأحداث السياسية اللي مضت بقيت في عدم استقرار في الجامعات، كذلك في المدارس وغيرها من التفاصيل. نعم. الآن يمكن الحدث الأخير والعالم كله هو حادثة جائحة كورونا. نعم. طيب إذا قدرنا نتحدث عن التعليم الإلكتروني، الفايدة بتاعته بالنسبة للطلاب وكذلك أولياء الأمور، الفايدة اللي بيجنوها شنو؟ والله هي في فوائد كثيره جدا جدا. واحده من الفوائد بيعالج مشاكل اصلا قديمه، يعني في عدد كثير جدا من الطلاب عندهم مشاكل اقتصاديه في انهم يصلوا الجامعه. يعني انا استاذه في الجامعه وعارفه انه في طلاب كثير جدا بيغيبوا لانهم ما عندهم المواصلات، تكلفه الاعاشه داخل الجامعه نفسها، تكلفه السندوتشات، السندوتش اللي ما عارف شنو الاشياء، تصوير المستندات، التواصل في الجامعه، يعني ابن الطالب يتواجد في الجامعه لفتره طويله اكيد بيحتاج لخدمات بقابله مصاريف، بالاضافه لانه الشغلانه بتاعت المواصلات. زد على ذلك اذا كان الطالب ده بيحتاج لسكن داخلي، ده الطالب العايش مع اهله اصلا. لكن في نوع ثاني من الطلاب بيجي من مناطق بعيده بيحتاج لسكن داخلي، الطالب ده احيانا كثير، احنا كان عندنا عدد من الطلاب ما بيجوا بسبب الخريف، في عدد كثير جدا من الطلاب ما كانوا الجامعات بيصفوا منه المناطق بتاعتهم فيها حروبات، فيها حراك، فيها كده، فكان عدد من الطلاب بينقطعوا مننا يعني. فدي بالنسبه لهم يعني ممكن الوصول بالنسبه لهم سهل، يعني اصلا اذا كان بقت المشكله بتاعتنا بنيه تحتيه، اذا كان مشكله بتاعتنا شبكه بتاعت انترنت. احنا كان قبل اسبوعين عندنا مؤتمر اسمه مؤتمر الروافد الالكتروني، ده مؤتمر شامل كامل للتحول الرقمي. المؤتمر ده طلع بمجموعة من التوصيات، شاركت فيه 49 دولة، 49 دولة، حتى في بريطانيا، حتى الناس المشاركين من أمريكا بيتكلموا عن إنه في مناطق فيها مشاكل
بتاعت وصول للطلاب، في مشاكل بتاعت بنى تحتيه. صح بيكون في فروقات كثيره بيننا وبينهم، في انه مثلا السعه بتاعت الانترنت، السرعه بتاعتها، مدى وصول الشبكه، الاشياء زي دي، لكن تظل انه المشكله دي مشكله عامه. لو قارنا نفسنا بدول عربيه، لو قارنا نفسنا بدول افريقيه، بنلقى انه المشكله بتاعتنا بتاعت انه الشبكه ضعيفه في مكان ما، متصله لمكان ما، بتبقى دي مشاكل يمكن ان تحل. يعني اي مشكله انت بتجابها انت ممكن توجد لها حلول. بعدين في نقطه اساسيه، احنا ما بنتكلم عن تعليم الكتروني متزامن، لازم يعني التعليم الالكتروني المتزامن لازم الاستاذ والطالب الاثنين يكونوا على الانترنت في نفس اللحظه، وبيسجل حضور الطالب، ويكون في تعامل او تفاعل افتراضي بين الطالب والاستاذ. يعني انا بجد زي نحن وجودنا كده عبر الانترنت، ده متزامن. ده نحن هسه ماشي، يعني الناس ما حريصه على انه تشتغل بالنوع ده. يعني نحن عايزين نشتغل النوع من التعليم الالكتروني المساعد اللي هو بيكون غير متزامن، انه الماده التعليميه بتكون موجوده في الانترنت في الانظمه المختلفه. نحن اخترنا نظام المودل، في نظام المودل الماده ممكن تكون نازله بي دي اف، الماده ممكن تكون نازله فيديو، او الفيديو ذاته ممكن يكون نازل في اليوتيوب، ممكن يكون نازل في قناتي، ممكن ينزل لك في الفيسبوك، ممكن يتحول لك في الواتساب. يعني ممكن الحصول على الماده التعليميه فيه ما مشكله كبيره شديد، لانه اي طالب من حقه انه يعمل داونلود، بعد ما اتعمل الداونلود من حقه انه يشير الماده الدراسيه مع زملائه. طيب جميل بروف، انت ذكرتي انه يعني عموما التكنولوجيا هي وفرت المكان والزمان والبعد الجغرافي، ممكن تصل لاقصى مكان، ولكن دي من الميزات بالنسبه للتعليم الالكتروني، هو اتجاه لكل دول العالم. لكن هو تكلمنا عندنا في السودان عندنا مشكله حقيقيه في البنيه التحتيه في السودان، سواء كان الشبكه، وتخيل لي ما في طالب ما عنده هاتف ذكي ممكن تتوفر له المعلومه بالصوره المطلوبه، ولكن الضامن شنو بالنسبه انه الطلاب دول يتحصلوا على كل المواد اللي هي بتقدم الجامعه، ملفات او محاضرات عبر البي دي اف او عموما منصات القناه؟ هل في مقياس معين انه بنشوف هل نسبه دخول الطلاب للمواقع دي، ونشوف النسبه اللي تحصلوا عليها كم، ومصيرهم شنو لو اصلا ما دخلوا المواقع دي؟ طيب يلا، اولا النظم بتاعت البرامج الموجوده دي هي نظم بتاعت برامج، لو انت دخلت في اي وقت من الاوقات بيحدد انك انت دخلت امتين. يعني ابسط لما تكون في الواتساب بيقول لك كان متصل منذ كذا واشياء زي دي. فدي في الامكانيه بتاعت ان الطالب بيدخل اصلا بالكود بتاع التسجيل بتاعه باسمه، بياخد كود بيدخل الموقع. لما مجرد ما دخل الموقع دخل على اي محاضره من المحاضرات، ده بيسجل له حضور في المحاضره المحدده الدخل عليها. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه في النظام بتاع الارشاد الاكاديمي، اصلا ده نظام موجود عشان الاستاذ يتعامل مع الطالب بطريقه مباشره. النظام الارشاد الاكاديمي الالكتروني ده بيساعد الطالب انه هو يدخل كيف. يعني مرات كثيره نحن التكنولوجيا ما بكون فيها مشكله، لكن احنا بيكون عندنا مشكله لما نكون ما بنعرف نتعامل معاها التعامل السليم، او ما بنعرف مثلا الخطوات اللي بندخل بها وكده. لكن يعني من المؤكد انه الطلاب كلهم بيعرفوا بيدخلوا، والتعليمات موجوده بالنسبه لهم في الصفحات المختلفه، والناس يعني المرشدين الاكاديميين والاساتذه بيتفاعلوا مع الطلاب في الواتساب، عبر الفيسبوك، في عبر صفحات الجامعات المختلفة. فالطالب هنا بياخذ الإرشادات المختلفة. نحن حصلنا من خلال دراسات انطرحت على الطلاب وإذا عملت، يعني مثلا في طلاب لما توزع عليهم الاستبيان يتحدثوا عن إنه مثلا ما عندي تلفون، ما عندي إمكان يحصل على تلفون، المنطقة ما فيها تغطية، المنطقة ما فيها شبكة. يلا هنا في مرونة. المرونة شنو؟ يعني ممكن الطالب أو الطالبين ديل في مرونة، في مثلا طالب في غرب السودان، في غرب السودان في كم كذا جامعة، خلاص يبقى التواصل مع الطالبات مع الطلاب ديل أقرب جامعة. أنت يعني ممكن توصل المادة الدراسية للطالب، إن شاء الله تعمل برينت أوت للمادة الدراسية وتوصلها له بالبص، توصلها له بالحمارة، بتصلوا المحتوى الدراسي بيصل للطالب. يعني ما في مبرر الحل انك تبحث حتى لو ما كان عندك تليفون، يعني تشوف منفذ ثاني لو كانت المنافذ موجوده ومسموح. يعني نحن يعني النظام فيه، انا عشان كده قلت لك احنا ماخذين نظام الكتروني فيه مرونه كبيره جدا، على اساس انه انت
الهدف الأساسي مش إنك تطبق العمل الإلكتروني، الهدف الأساسي إنك تخلي العملية التعليمية سهلة وميسرة وتصل للطالب المحتوى التعليمي وين ما كان، وإنه الهدف الأساسي إنك أنت توصل التعليم وين ما كان الإنسان يصل التعليم في ظروف أصلاً هو موجود فيها ومعتاد عليها، وفي نفس الوقت بيكون سهل عليه وإنه يحل مشكلاته فيها. ده كلام طيب جدا. جميل جميل جدا. يمكن بروف أمال الكلام اللي قلته الآن كلام جميل جدا، وشجعني إنه ذاته نحن نرجع مرة ثانية بالنسبة للجامعة عشان ما نتلقى التعليم من جينا له، بفتكر إنه ما في عمر معين للجامعة. كنا بنتعلم لسه. نحن نتعلم أكيد. الآن الدراسة اللي أنتوا عملتوها الآن دي في اتقدمت للمسؤولين، اتعرضت للجامعات، اتعرضت لقيتوا استحسان قبول من الناس على سن الدراسة تستمر وبعدها تطبق على مستوى الجامعات في كل الولايات؟ والله هي الدراسة أطلقتها كلية الحاسوب دكتورة وفاء، هي أطلقت الدراسة دي وعملت استبيان وزعته، دعم في ذلك مركز الحاسوب ومجلس عمداء الجامعة وكذلك مجلس إدارة جامعة السودان. الدراسة دي حتى نتائجها تم تداولها في الوسائط المختلفة. يعني حتى الطلاب بتاعين الجامعة مطلعين على نتائج الدراسة اللي عملت على الطلاب. زد على ذلك الآن رؤساء الأقسام والعمدة بيتواصلوا مع الطلاب بصفة شخصية عبر الوسائط المختلفة، لدرجة إنه في واحد من العمداء اللي هو دكتور مصطفى عميد كلية التجارة ذكر في الاجتماع العام إنه والله إحنا الآن عندنا طالبتين بيسكنوا في المنطقة الفلانية، الطالبتين دي قالوا أسرتهم منعهم إنهم يتعاملوا مع الوسائل الإلكترونية. يعني احنا يعني وصل الاساتذه في التعامل مع الطلاب والوصول لهم في منازلهم ومعرفه ظروفنا المختلفه عشان تحل، لانه في عميد كليه معينه عارف انه الطالبه الفلانيه بالاسم وبالسكن وبالمنطقه وباهلها المنعوها من انها هي تتعامل مع التلفون، وهو حرص انه يتواصل مع الاهل ديل على اساس انه يعني يوضح لهم انه الاستخدام ده حيكون فقط للاقراض الأكاديمية دراسة. أيوة دي يعني دي حتى بغض النظر عن نتائج الدراسة، جامعة السودان الأساتذة والعمدة والإدارة الموجودين فيها يعني منفتحين على حل المشكلات لتيسير التعليم للطلاب. احنا حريصين على مسألة العملية التعليمية، ما حريصين على انه يعني مثلا لا الإلكتروني، يعني الناس بتحاول انها تصهر جامعة السودان على أساس انها هي متعنتة في التعليم الإلكتروني، لكن احنا عارفين انه هو واحدة من الوسائل المهمة جدا اللي بتوصلك للناس وين ما كانوا. طيب جميل. بروف يعني في خواتيم اللقاء معك، لو كان في تحديات حقيقية بتواجه الجامعة عموما بتواجه التعليم الإلكتروني في السودان ممكن نذكر الآن، وبالتحديد التحديات اللي واجهتكم أنتوا ومدى تفاديها، وكمان ممكن برضو نربط لأنه السؤالين عشان يكونوا في منحة واحد، مستقبلا حيكون كيف؟ والله هو أي حاجة في الدنيا أي تغيير على وجه الأرض بيبدأ بمجموعة من العقبات. أول عقبة عندنا هي في المفهوم العام بتاع الناس للتعليم الإلكتروني. الناس ماخذة مفهوم التعليم الإلكتروني هو التعليم المتزامن فقط، لكن التعليم الإلكتروني فيه المتزامن وفيه غير المتزامن. التعليم الإلكتروني فيه مرونة كثيرة جدا. إحنا عارفين إنه في مشكلة في البنى التحتية في السودان كله، إذا كانت في شبكة الإنترنت، إذا كانت في الأجهزة، إذا كانت المشكلة بتاعة الكهرباء، إذا كانت التبعات الاقتصادية أو المادية اللي بيتكلموا عنها الناس، إنه أنا أشتري يعني مثلا سعة بتاعت إنترنت سريعة بكذا وبكذا، الأشياء دي كلها موجودة. لكن يعني أنت لما بتيجي يعني دايما إحنا المشكلات، إحنا ما عندنا عصا سحرية طبعا عشان نحل كل الأهداف، لكن إحنا عندنا موازنة بننظر فيها للأمور بشكل أي مشكلة ونحن ماشيين ممكن نحلها نوجد لها الحلول، لأنه عندنا الرغبة وعندنا الطموح وبنحاول نوفر الإمكانات اللي بتحل لنا هذه المشكلات. لكن بتبقى المشكلة الأساسية، العقبة الأساسية في فهم الناس وفي الفصل العقلي بين إنك أنت بتعرف المهارة بتاعت الدخول على الإنترنت وممكن تتجول فيه وتتعامل به وتصل للمادة الدراسية، ولا أنت بتجد لنفسك عذار لأنك أنت واقف قدام المهارة ما عايز تتعلمها وما عايز تحصل على علومة
وبتجيب عقبات اخرى. انا متاكده انه لو حلينا العقبه بتاعت المفهوم بعد كده اي مشكله على وش الارض لو ما حليتها انا بحلها هو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك جزيلا البروفيسور امال محمد ابراهيم مدير كرسي اليونسكو للمراه في العلوم والتكنولوجيا بجامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا. شكرا لك جزيلا على هذه الاضافه ونتمنى ان شاء الله يلقى النجاح هذا البرنامج. شكرا. يسلم ان شاء الله. شكرا جزيلا لقناه الشروق ولوجودكم انتم كمان. شكرا جزيلا شباب نيرين. الله يحييك. تواصل معكم مشاهدينا وصباح